لما سافرتي تونس وقعدت 6 شهور عملتي ايه في الكائنات اللي عندك؟ لا هو في واحدة أعرفها بتروح لهم كل ما بسافر تونس بتروح لهم يعني بتأكلهم واخدة بالها منهم كويس، بس 6 شهور كانوا صعبين قوي يعني، ما أول مرة أسيبهم مدة كده يعني طويلة قوي. يو لا ده خدته معايا بقى زو، خدته معايا لتونس ما سبتوش. انت عامله اسماء غريبه شويه صح؟ مسميه واحد من السنافر كده كعبول. كعبول كعبول ده كان كرتون. مين كعبول بقى؟ كعبول لا مش القط كعبول. القط هو ده في مصر، وفي لهلوبه اهو كعبول ده كعبول. ايوه ده اول قط جبته انا لما جيت مصر. فده صديق العمر يعني. وفي لهلوبه جبتها بعديها على طول، وزيتون يكوشي موشي كوبو مو ده كعبول هو صغنطت. انت عندك قلتي لي انت عندك قطط كتير وكلاب وحاجات وفي تونس كمان. كعبول نكلم فيك. كعبول ما تحقرنيش كعبول. وعندي زيتون، زيتون جبته من الشارع كان صغير قوي كان خلاص بيموت، جبته من الشارع. ده في تونس دايما بعمل كده على طول يعني. حتى دول كلاب ضله، كلاب شوارع. ايوه يعني. كلاب شوارع بحط لهم اكل وميه. و ايه ده في الاول بيبقوا خايفين. خايفين مش عشان متعودين الناس تضربهم. الناس في ناس طبعا بتاكلهم وبتاع، بس للاسف ناس كتير مش تحديدا لو لقوا قط اسود بقى، قط اسود يتضرب ده على طول. مش عارفين ان القط الاسود وشه حلو قوي على صاحبه على فكره. هي ملوش علاقة بلون الكائن، له علاقة بانت ازاي بتعامل اي روح او حالتهم صعبة قوي. حالتهم صعبة قوي والله. انت بتلفي تأكلي الكلاب الضل. بحس ان انا ساعات يعني بحس ان انا موجودة في الحياة دي عشانهم. ساعات بحس كده والله يعني، بقول لا انا ربنا جابني هنا عشان اساعدهم، عشان ابقى حنينه عليهم، عشان كده. ساعات بحس الاحساس ده يعني.